فهذا العمق هو اللي كان مخلينا ان احنا نتحرك وننظم بهذه الصوره، والى حد ما قدرنا نعمل منظومه يعني كانت عملت تجربه جيده في فتره من فترات. وكنا في الاول ما دخلنا وبتكلم مع الولاد وبنقول لهم بقى احنا طبعا مش هنشتم بقى وبتاع المبادئ، لا يا استاذ خالد احنا لازم نروح نرد عليهم ولا اخر. لكن مش دي مبادئ الاهلي بالظبط، ومش دي قيم الاهلي اللي حضرتك حاولت تغرزها بالظبط. بس عايز اقول لحضرتك حاجه، اتفضل. التعامل مع هؤلاء الشباب ما بيجيش بالعند. لا طبعا انا سبتهم وقلت لهم طب خلاص خلينا نروح ونشوف هنعمل ايه، الى ان جه يوم وفاه المرحوم ثابت البطل الله يرحمه. فالماتش اللي بعديه كنا رحنا عشان نقبن كابتن ثابت الله يرحمه، فاتفقنا ان احنا مفيش الفاظ خارجه يوميها، وعملنا يافطه لا للالفاظ الخارجه، وابتدينا عم جبنا بقى بانر كبير ليه بصورته. كان حدث جلل طبعا، يعني طبعا الحزن كان في اعماق القلوب كل الناس. كابتن ثابت يعني الله يرحمه الله يرحمه، يعني علامه من العلامات، يعني يضاهي اعظم رموز النادي. اسمح لي هنا حضرتك انه ده مثال للتضحيه ومثال للعطاء، انه حتى اخر لحظه في قلب الملعب متغطي ببطانيه في حاله مرضيه شديده الـ يعني الصعوبه، ومع ذلك مصر على انه يبقى موجود في النادي الاهلي، بعدها فارق دنيانا الى جوار رب العالمين لاخر لحظه فعلا. يعني فاعتقد انه كان فعلا دي بدايه النموذج يعني بالظبط حضرتك، والتضحيه على وحضرتك يعني طبعا مواقفه حضرتك. فحضرتك عملته هنا في اليوم ده، فعملنا تأبين وعملنا في المباراه اللي بعديها، وقرينا الفاتحه عليه قبل المباراه والكلام ده كله. هنا اللي حصل ان ساعتها اعتقد الكابتن شوبير لقط الجزئيه دي ولقط للالفاظ الخارجه، وعمل نوع من انواع القاء الضوء على الموضوع ده. لما ده حصل الولاد حسوا ان هم عملوا شيء كويس صحيح، اتشكروا عليه، فمن هنا اصبح في ثواب واصبح في نوع من انواع الرضا النفسي عندهم ان هم بيمثلوا شيء من مبادئ الاهلي ولا اخره، فابتدى الامور تاخد اتجاه اخر. وطبعا قماشه النادي الاهلي حضرتك صحيح تصلح امه، يعني لو رجعنا لتاريخ النادي الاهلي اي حاجه موجوده فيها معضله فيها مشكله في اي شيء بتلاقي في موقف تم والنادي الاهلي كان له رد فعل عليه. هنتوقف يعني عند حاجات كتيره من المحطات اللي حضرتك عايشتها ولمستها، وهنقدمها كنماذج وقدوه ليس لجماهير الاهلي فقط وهي الاغلبيه والعريضه طبعا.